بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. 10 سنين ومش ناسين، طبعا مش ناسين أحبائنا اللي سافروا السماء في أجمل صورة الإنسان يسيب بيها الأرض ويدخل بيها السماء من أجل المسيح، شهداء قديسين. مش ناسين أقرب الناس لينا، أولادنا وأخواتنا وغالين علينا، وما ينفعش ننساهم لأنهم محفورين جوه قلبنا. مش ناسيين أنه الكنيسة في وجعها ودموعها وألمها كانت بتلزق في المسيح المصلوب وبتدوق القيامة وبتشوف النصرة وعينيها في السماء مش في الأرض. مش ناسيين إزاي ربنا اتدخل وخد بحق أولاده بأكتر من صورة، وأن ربنا يسمح لنا ندوق من نفس الكاس الصعب بتاعه من أجل مجد أبدي، لكن لحساب كبير وعسير مع اللي شربونا الكاس. مش ناسيين أن ربنا عز أولاده رغم أن كانت التجربة صعبة قوي، إنما إزاي الناس رفع رأسها ومتعزية وفرحانة وشبعانة ومستنية تحصل حبايبها للسماء. مش ناسيين ان الكنيسة وقفت معانا وطبطبت علينا وبكت معانا وطيبت خاطرنا وخدتنا في حضنها وشورت لنا على السماء وقالت لنا ده مكاننا كلنا. مش ناسيين ان كلمة ربنا هي اللي انقذتنا، هي اللي عزتنا، هي اللي طلعتنا من وجع مر ومن حزن ومن كآبة ومن يأس. الحقيقة 10 سنين ومش ناسيين، عاوز اخدكم بقى لإيه؟ لواحد زي أيوب الصديق. أيوب عدت عليه تجربة مرة قوي، ويمكن أصعب تجربة عدت على إنسان طول تاريخ البشرية. وكنيستنا عندها يعني رؤية جميلة كده، إنها بتجيب أيوب يحضر معانا أسبوع الألام عشان تقول الراجل ده كان حاسس باللي في قلب المسيح. ربنا يسوع ما اتكلمش كتير عن ألامه، أيوب طلع كل الشكاوى، فتقول له قول يا أيوب عشان نعرف اللي في قلب المسيح، قول المرار اللي جواك، احكي لنا عن الوجع وعن الذل وعن الظلم اللي حاسه عشان نحس شوية بألام ربنا يسوع له المجد. أيوب يا أحبائي عد عليه فترة جوه التجربة من الحاجات الصعبة عليه أنه مش فاهم حاجة، مش فاهم. وأيوب من الناس اللي دماغها شغالة، فرغم إيمانه القوي جدا وثقته في الله وعشرته الطويلة وأنه حسب إنسان كأنه كامل بار، مفيش حد في الزمن بتاع أيوب قد أيوب روحيا، إنما دماغه مش فاهمة مش جايبة إيه الأحكام دي، إيه اللي حصل ده، هو أنا أوحش واحد؟ ما ينفعش أكون أوحش واحد، طيب ما أنا طول عمري بحاول أرضي ربنا، وبعدين أنا شايف أخطاء الناس هتجننوني يا ناس، يعني ما ينفعش أكون أوحش واحد. طب ليه يحصل لي أكتر حد؟ يعني جبت آخر التجارب كلها، أخسر الفلوس وأخسر العيال وأخسر الصحة وأخسر الكرامة وأتمنى الموت ومش طايله، ده كتير قوي. ده اللي بيخسر أي حاجة من دول يعني بنبصله ويصعب علينا. فتجربة أيوب كان جزء صعب فيها قوي إنه مش فاهم، فضل فترة مش فاهم، وده لوحده كان واجع قلبه. وربنا استنى شوية، ما قالش بسرعة، ما ردش بسرعة. لما تدرسوا سفر أيوب تلاقوا فين آخر عشر من سفر أيوب بيتكلم فيه ربنا، آخر جزء من السفر ربنا ساب أيوب يتكلم وساب أصحابه يتكلم وساب أليه يتكلم وساب الطبيعة تتكلم، وبعدين ربنا تكلم عشان يقول له تعالى تعالى. هو أنت لازم تفهم كل حاجة؟ ما تلغي دماغك شوية وتقول لي خلاص لتكن مشيئتك. إذن كان في جزء صعب في التجربة لسه مش فاهم، وبعضنا في لحظات الضعف دماغه تشتغل زيادة فتقول طب لو كان، لو دي متعبة قوي بقى، مش كنا لو، مش كنا لو دي يعني نفترض حاجة غير اللي حصلت،
دي متعبة مرهقة. مش كان لو ما روحتش الكنيسة في اليوم ده مش كان ممكن ربنا ما يحملش كده؟ مش كان ممكن يبطل مشورة الأشرار زي ما عملها كتير؟ مش كان لو، لا استنى، سكة لو دي تلخبط خالص، لأنه دي حساباتك أنت الأرضية، تعرف إيه أنت عن السماء وحساباتها، تعرف إيه عن أعماق البحر وحساباتها، تعرف إيه عن الكون وضابط الكون، أنت باصص على نفسك بس. الإنسان في التجربة بيحاول يوصل إنه يدي دماغه أجازة ويقول له إيه، صرت كبهيم عندك ولكني دائما معك. يعني إيه؟ أنا مش عاوز أفكر يا رب، لو فكرت هنفجر، بتعب، مش عاوز أفكر بس مش عارف أوقف دماغي، ساعدني أوقف دماغي، ساعدني أركز فيك وأوصل للي أنت عاوزني أوصل له لتكن مشيتك. اللي زود صعوبة التجربة إنه الأقرب ناس لأيوب تعبوا، مراته تعبته جدا وسابته، بعدين جم أصدقاء مخلصين، ودول رجل كلهم عواجيز في بعض، يعني كلهم 10 سنين، والتلاتة كملوا عليه كلام زي الرصاص، كلام يوجع، معزون متعبون كلكم، أطباء بطلون كلكم، ده اللي قاله أيوب عن أصحابه، وطلع مع حق لأن ربنا وافق على الرأي ده في الآخر. أحيانا اللي يزود وجعنا هو كلام الناس، نظرات الناس، موقف الناس، الناس اللي يسندونا وبعدين يتعبونا، أو يقفوا جنبنا وبعدين يخزلونا ويدونا ظهرهم، أو يخدعونا أو يمثلوا علينا أو يجرحوا فينا، أو بدل ما يحسوا بوجعنا يقولوا كلام يعني أصعب من اللي احنا فيه، ويحطوا على الجرح خل ونار كمان. في ناس بتعمل كده بقصد ومن غير قصد، وربنا سامح بده كله عشان يحسسنا كمان ان المسيح لو المجد ما كانتش أوجاع صليب وجلد بس، كانت إهانات وكان تعييرات وكان ذل وكان حاجات صعبة قوي من ناس المسيح لو المجد بيحبهم وجاي من أجل خلاصهم. أيوب يا أحبائي في فكر الآباء القديسين قديس عظيم جدا، احنا ساعات نتطاول عليه في الشرح، ازاي أيوب يقول كده؟ ازاي يعني يزود في الكلام مع ربنا؟ ازاي يقول له أتستذنبني لتتبرر أنت؟ بار أنا ولا أبالي. في ناس تمسك لأيوب على كم آية كده وتحسوا لا انت زودت في الكلام قوي، طب انت جربت ربع اللي فيه أيوب؟ وبعدين أيوب بيكلم بعشم، بيكلم بدالة، لأنه هو أيضا خليل الله، ده راجل قريب لربنا جدا، ده راجل ملتزم في العبادة بشكل يفوق كل جيله. أيوب ده يحسب قبل حتى أبونا يعقوب أبو الأصباط زمنيا. فأيوب عشان يوصل لهذا التدين والتعلق بالله والالتزام الروحي العالي جدا في زمن كل العالم وثني، دي قمة عظيمة جدا. أيوب يا أحبائي ساعة ما تكلم تكلم بدالة، وكان كل ما يتكلم يرجع يقول له أنا رب مش هسيبك برضه، وهفضل متعلق بيك ومستنيك أنت اللي ترد علي، ومحدش هيعزيني غيرك. وعشان كده ذهبي الفم ينظر إلى هذا القديس أيوب على أنه جبار بأس، لأنه واحد تاني كان يعني أنكر وجود الله، كان قفل من ربنا تماما، كان جدف على ربنا، وكان الشيطان عاوز كده. فربنا حب يثبت كمان للبشرية وللشيطان أيوب مش بيحبني عشان الخير اللي في إيده، أيوب بيحبني لأنه بيحبني. اللي بيني وبين أيوب مش العيال ومش الأرض ومش الخير ومش الفلوس ومش الكرامة، اللي بيني وبينه ارتباط فوق أي حسابات. وفعلا أيوب طلع كده، فهنا الشيطان خسر الجولة، لأنه بعد كل اللي عمله في الآخر أيوب نجح بتفوق شديد جدا. لما افتكر المعنى اللي اخترتوه 10 سنين ومش ناسيين، تعالوا كده نسرح في أيوب بعد ما اترفعت التجربة. عارفين آخر إصحاح؟ صالح مع ربنا وسجد واعتذر
وتاب عن كل الكلام الزيادة، وربنا فرح بيه جدا وقال له أنا محتاج صلاتك، مش محتاج يعني منتظر صلاتك من أجل أصحابك وإخواتك، عشان هم زودوا في الكلام وبارك بقى. الصحة رجعت، الفلوس رجعت أكتر من الأول، دبل الأول، العيال كمان رجعت، بمعنى جاب عيال جديدة، لأن العيال دي أصلا ما بتروحش، العيال دي بتستنى في السماء، فهو زيادة عن العيال في عيال، فأصبح إيه الخير خيرين يعني. فأيوب لو أنا رحت قابلته دلوقتي أقول له تيجي نفتكر الأيام الصعبة، إحنا ما نعرفش شهور ولا سنين عدت عليه في التجربة، أقول له بقى إيه أبونا أيوب كنت بتحس بإيه بالليل؟ يقول لك أنا ما كانش الليل راضي عدي، كنت بزقه زقة، ولما يطلع النهار أشم نفسي وبعدين أقول إمتى اليوم يعدي، لأن اليوم كمان مش راضي يعدي، يعدي اليوم وتيجي الضلمة أزق في الليل زق عشان يجي النهار. كانت الحياة مرة جدا، وما كانش حد بيعزيني لأن كلام الناس كان متعبني، فما كنت حاطط كل همي في ربنا. هيقول لنا أيوب سر، هيقول لنا أنا على فكرة ما عرفش إزاي عديت الفترة دي، أنا كان لازم أنهار، كان لازم أضيع، كان لازم أتلخبط أتجنن، كان لازم أموت، على فكرة كان في نعمة سيداني، كان في نعمة شيلاني، كان ربنا رغم كل الوجع ده بيطبطب عليا من جوايا، سايب الجروح من بره لكن في جروح جوا كان بيعالجني منها، فما سابنيش. أنا كنت فاكره بعيد، كنت فاكره سايبني، كنت فاكره غضبان مني، وكنت غضبان في وقت لأنه حاسس ما استاهلش اللي حصل لي، لكن اكتشفت أنه ما سابنيش، وأنه كان معايا وأقرب ليا من أي وقت، وعدى أيام ما كانتش ممكن تعدي، لأني في وقت استمنيت القبر، ده أنا قلت أقول للقبر أنت أبي وللدود أنتوا أخواتي، يعني إمتى أدخل القبر في حضن أبويا والدود ده يبقى اخواتي. شوفوا بقى لما واحد يتمنى الموت لهذه الدرجة، فيقول لا أنا أكيد النعمة كانت شايلاني، النعمة شالتنا السنين اللي فاتت وشايلانا طول العمر، احنا ما نقدرش نعيش لوحدنا، ما نقدرش نغلب أحزاننا لوحدنا، ما نقدرش نقابل الأيام لوحدنا، ما نقدرش نقف للناس والمشاكل لوحدنا، احنا أصغر من كده كتير قوي. أيوب يقول لنا هو ربنا الكل في الكل. أيوب قال أنا لقيت أنه ما عادش فيه غير الصلاة، كنت قبل كده بصلي كذا مرة في اليوم وفي مواعيد ثابتة وزبايح وتقدمات إنما بعد التجربة ما بعملش حاجة غير الصلاة، رغم أني زعلان ومقفول وتعبان إنما ما فيش حاجة تتعمل غير يا رب. فالتجربة علمتني الصلاة، وصلتني لحاجة ما كنتش أحلم بيها، إن أنا ليلي ونهاري بقى كلام مع ربنا، أما أنا فصلاة. عشان كده أيوب ارتقى في الفضيلة جدا، مكتر الصلاة، كتر القرب من ربنا، كتر الوجع اللي خلاه ما يعرفش يعمل غير إنه يصلي، وصله إلى درجة عظيمة جدا، لدرجة قال الآن رأتك عيناي، ما نعرفش فعلا شاف المسيح زي قديسين في عهد قديم، ولا يعني من كتر ما هو في التجربة كأنه رأى ما لا يرى. كمان التجربة خلت أيوب حكيم جدا، أيوب كان حكيم بس حكمة هذا الزمان، كان في حتة ناقصة في الحكمة، فصل كده في كتاب الحكمة مهمة قوي ما كانش عند أيوب. أيوب كان يرى نفسه بارا، ودي قلة عقل، دي ضد الحكمة خالص، وكلنا عندنا ايه الشابتر ده واقع مننا، الفصل ده في الكتاب بتاعنا مش موجود، فصل التواضع ده، ان الواحد يعرف انه زيه زي التراب اللي ماشي عليه، وانه حتى القديسين قالوا التراب احسن لان التراب مغلطش. أيوب في لحظة انفعاله طلع اللي جواه، فقال ده انا كنت يعني الشيوخ دول أستكتر يشتغلوا عند كلاب غنمي، طلعت في حاجات كده إيه فيها إحساس بالعظمة والكرامة. ربنا بيحب أيوب قوي وعاوزه لازم يدخل على التواضع عشان يدخل السماء،
عشان يبقى حكيم بجد. درس التواضع مكلف قوي. التجارب هي مدرسة التواضع. وجع القلب هو اللي بيكسر كبرياء الإنسان، هو اللي بيخلي الإنسان يعرف حجمه الطبيعي، يصغر قدام نفسه وما يبقاش في حد كبير غير ربنا. ربنا مش بيزل البشر، ربنا بيحبهم قوي، بس الناس مخشوشة في روح. فربنا عاوز يفتح عينينا على الحقيقة ان احنا صغيرين قوي وهو كبير قوي. دي حقيقة. ربنا مش بيدور على مجده بأنانية، ربنا عاوز ولاده يتمجدوا معاه. بس ما فيش طريق غير التواضع، غير الحكمة دي. أيوب ازداد حكمة بالتجربة. يبقى 10 سنين مش ناسيين، دلوقتي بقينا أكثر حكمة من 10 سنين فاتت. وإحنا بنتفرج على شغل ربنا بنقول حكمتك يا رب. الوجع كسر فينا حاجات، لكن طلع مننا حاجة حلوة. خلانا نعرف نقول ارحمني يا رب من قلبنا. خلانا شايفين أنه يعني لا، مش هنتكل على ذكائنا وعقلنا وخبراتنا وصلواتنا، لا لا، هو اللي اتكل كله على ربنا لوحده. كمان أيوب لو قعدنا معاه وسألناه، نرجع تاني للأيام اللي فيها وجع، زعلت من ربنا؟ احتار في الإجابة، يقول زعلت وما زعلتش. زعلت في وقت لأني كنت حاسس أنه زي اللي اتغدر بي، زي فجأة سابني لوحدي، مع أني عمري ما حسيت بالإحساس ده. اختفى من قدامي، ظلمت الدنيا، طول حياتي شايفه، طول حياتي ماسك إيده، هو اللي سابني. فزعلت، وبعدين ما قدرتش أزعل لأني بحبه وبيحبني. شكيت في أي حاجة إلا أنه بيحبني. مخي ودى وجاب، حاولت أفسر بكل الطرق، سمعت كلام كأنه بيفسر، ما قبلتش ولا كلمة من اللي بيقولوها، لأن اللي بيقولوه ده يظلم ربنا قبل ما يظلمني. فأنا ما قدرتش أزعل منه، لأنه هزعل من الوحيد اللي ما ينفعش يتزعل منه. هو اللي خلقني، هو اللي عملني، هو اللي اداني كل حاجة، فما ينفعش أزعل منه. وهو اللي في الآخر هيصلح كل حاجة، وهو في الآخر عاوزني معاه مش عاوزني بعيد عنه، فما عرفتش أزعل منه. قلت كلام كأني زعلان، بس كان كلام من وراء قلبي. كنت أقول الكلمة واعتذر عنها، أقول الكلمة وارجع لمها تاني. ما تقروا سفر أيوب تلاقوه مليان مشاعر، واحد تعبان نفسيا ويقول حاجة وبعدين يقول عكسها، لكن كل ده مشاعر مقدسة لأنه مبنية على حب وثقة في الله. هو ده اللي عدى علينا في 10 سنين. احنا زعلنا شوية ولحقنا نفسنا ما نقدرش نزعل، وربنا كان بيصالحنا، وربنا بيشفينا من جوه قبل من بره. وبعدين ربنا كل شوية يقول لنا ايه، انا مستنيكوا في السماء، لأن المصالحة هتكمل في السماء. الدموع مش هتخلص في الأرض، لكن في السماء يمسح الله كل دمعة من عيونكم. لو سألت أيوب صعبان عليك العز والغنى اللي كان عندك، يقول لنا فيه ده أكتر من اللي كان عندي قبل كده، وما كانش ممكن يرجع أبدا في كم سنة. ربنا عوضني أكتر كتير من اللي أنا فقدته. لازم يجي اليوم اللي كلنا نقول التعبير ده، ربنا عوضني بأكتر كتير من اللي خسرته. عشان كده يعقوب مثلا لما تصور ان يوسف مات وقعد حياته تعبان جدا وبيبكي عليه، جاء اليوم اللي قال انا ربنا طول في عمري عشان اشوف اولاد يوسف، اخر حاجة كنت ممكن اتخيلها، وهو بيبارك لفرايم ومنسى ومليان بالروح القدس وعمل ايده زي الصليب، مجد ربنا وشكره وقال له رب ورتني يوسف وعيال يوسف، وحاجة يعني أبعد ما تكون عن ذهني، لكن عرفت ترضيني وتفرحني وتطيب خطري بعد السنين دي كلها. إلهنا إله معزي، الكتاب يقول أنا هو معزيكم، قادر على التعزية رغم كل الألام. عشان كده 10 سنين ومش ناسيين تعزية الله، تدخلات الله، حكمة الله،
الرسائل الإلهية اللي جت لنا في العشر سنين، المنفذ اللي وعد بيعطي مع التجربة، المنفذ كان مين؟ منفذ كده نشم النفس لحسن نتخنق من الوجع، كل ده كان موجود لأن ربنا في الآخر مستنينا في السماء، وكل الأشياء تعمل معا للخير، والخير عند ربنا يعني حضن السماوي في الآخر. ربنا ما بيغلطش أبدا، ولما بيسمح بحاجة بيبقى حسابها مليون مرة بلغتنا البشرية، يعني مظبوطة جدا في وقتها وفي حجمها، والبركة اللي وراها بركة كبيرة قوي، مهما توجعنا ومهما تألمنا فعلا مش ناسيين أن ربنا إلهنا وضابط الكل وفوق الكل، ورحمته دائمة إلى الأبد. كل سنة وانتم طيبين، عشر سنين ومش ناسيين، ربنا يفرح قلوبكم وسنة سعيدة عليكم كلكم. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.